هنبتدي النهاردة سيشن نمبر 3 اللي هنتكلم فيها عن لسه برضو بنتكلم عن الستاندر وبنتكلم عن الايزو 9001. اول حاجة احنا بنقول ان الايزو مش شهادة، الايزو ده ستاندر، وان الهدف من الايزو من الستاندر بتاعت الايزو دي ان الشركة لما تمشي عليه بتكون بتطبق معايير بتساعدها انها تطلع برودكت او سيرفيس بيرضي العميل. لو الشركة نفذت المعايير دي بشكل كويس هيطلع عندنا برودكت أو سيرفيس مظبوطين. بعدين الأورجانيزيشن بعد ما بتحاول إن هي تطبق المعايير دي بالشكل اللي هي شايفة إن هو كده خلاص هو ده ماشي على الستاندر، بتروح بتجيب شركة متخصصة بتفتش على الأيزو، تقول لهم تعالوا شوفوا أنا بطبق المعايير دي صح ولا لأ. فلو الشركة بتطبق المعايير ده بشكل كويس هيدوها الشهادة إن هي بتطبق معايير الجودة. لو الشركة ما بتطبقش المعايير بشكل أو بتطبقه بشكل فيه خطأ أو فيه مشكلة، فبتطلب منها الشركة إن هي تعرفها فين المشكلة دي علشان تصلحها وفي الآخر تاخد الشهادة دي. الشهادة الهدف منها إثبات إن الشركة بتطبق الأيزو بشكل صح. الأيزو مش بتقولك أنت بتصنع المنتج ده إزاي، الأيزو بتحط معايير أساسية علشان لما تمشي عليها تضمن إنك بتطلع في الآخر منتج أو خدمة كويسين. من هنا بيسموا الأيزو مانجمنت ستاندر اللي هو نظام الإدارة، لانها قواعد ثابته بتساعد الشركه انها توصل للهدف بتاعها بغض النظر عن نشاطها ايه. فبتقول لك مثلا ان دور الاداره العليا ايه في الشركه دي، بتقول لك ان انت ازاي تحط الاهداف بتاعه المؤسسه، بتقول لك ازاي تخطط لمستقبل المؤسسه، بتقول لك ازاي تعمل تغيرات كبيره او صغيره جدا المؤسسه من غير ما تضرها، ازاي تحدد المخاطر اللي بتواجه المؤسسه وتعمل لها حساب وتعمل لها بلان ان هي ازاي تواجهها. الستاندرد الايزو ده بتبقى عبارة عن ستاندرد، هي مجموعة من المعايير حطتها المنظمة هدفها ان هي تحط قواعد ثابتة وناجحة لأي مؤسسة علشان اما تطبقها تكون بتطبق نظام ادارة جيد يوصلها الاهداف. احنا قلنا القواعد دي اللي هي البرنسبلز اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. طيب احنا قبل كده اتكلمنا ان احنا عندنا الكواليتي مانجمنت سيستم ينقسم لأربع حاجات: بلان، دو، تشيك، اند اكت. البلان الأول هتاخد مننا كام كلوز؟ 6 كلوز: السكوب، الريفرنس، الديفينيشنز، الكونتكست اوف اورجانيزيشن، الليدرشيب، اند البلانينج. وبعد كده الدو هتبقى السبورت والاوبريشن، بعدين التشيك بريفورمانس ايفالويشن بس، واخر حاجه الاكت او اللي هي اتخاذ القرار بتبقى في الامبروفمنت.